السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم محمد حدايدي. اليوم يا شباب معايا تلفزيون أو واحد من التلفزيونات الأفضل لعام 2023 من شركة سامسونج، أوليد 4K 77 بوصة، سينما حقيقية. بلاش أطول عليكم، خلونا نبدأ الفيديو مع بعض. هذا شباب هو تلفزيون سامسونج S90C بمقاس 77 بوصة، ويتوفر منه عدة مقاسات أخرى، عندنا 55 65، وأكبر شيء في هذه الفئة هو 83 بوصة. تتميز هذه الفئة بالتحديد عند سامسونج بعدة نقاط، أهمها وخلينا نبدأ فيه هو التصميم الأنيق النحيف جدا، وتطلق عليه سامسونج ليزر سليم. فلو تلاحظ أنه من الأربع أطراف نحيف جدا أو فائق النحافة، صراحة التصميم مهم جدا في ديكور البيت لو كان يخص التلفزيونات. أما بالنسبة للنقطة الثانية واللي تميزت فيها سامسونج، وهي اللوحة المستخدمة في هذا التلفزيون، وهي QD OLED، وفكرتها إنه سامسونج قدمت لنا الأوليد مع طبقة كوانتوم دوت، يعني بتحصل على ألوان حقيقية وأسود حقيقي الخاص بالأوليد مع سطوع الكيوليد المعروف. كيف يعني؟ يعني عندك مشهد في ألوان متعددة منهم الأسود، مكان الأسود البكسلات نفسها بتطفي تماما، والبكسلات اللي بيكون فيها مثلا ألوان الأحمر تطلع أحمر، الأبيض بيطلع أبيض، يعني بيضيء كل بكسل على حسب حاجة اللون، وفي الأسود بيطفي، فبكده بتحصل على أفضل جودة. طبعا التلفزيون يأتي بدقة 3840 في 2160 بكسل، وبكل تأكيد مقاوم للإنعكاس، وزوايا الرؤية في أي مكان في المجلس اللي انت حاطه فيه بتشوف، سواء كنت في الجنب أو جالس في الوجه أو جالس في الجنب الآخر، فالزاوية رهيبة. أكيد جودة الألوان والفوركي والمعالجة وهذه الأشياء تحتاج إلى معالج قوي، وهذا اللي سوته سامسونج. زودت التلفزيون بمعالج ناتشرال كوانتوم اللي يعمل بالذكاء الاصطناعي ويمنح دقة 4K كاملة. أما لو أنت راعي ألعاب فهذا التلفزيون أيضا مخصص لك، لأنه مزود بتقنية تعمل على تحسينات للحركة بدقة 4K مع معدل التحديث العالي 144 هيرتز، وهنا بتحصل على أفضل تجربة ألعاب سلسة، وفي إعدادات خاصة بنمط الألعاب التلفزيون يتعرف عليها بشكل تلقائي. فلو شبكنا إكس بوكس أو بلاي ستيشن بتظهر معانا هذه الإعدادات الخاصة، ويوضح معدل التحديث والسطوع وغيرها من إعدادات اللعب. وبشكل عام سواء كنت من محبي الألعاب أو الأفلام أو حتى المباريات، بتحصل على جودة صورة رهيبة مع دعم للـ HDR 10+ ومع سطوع قوي وتباين عميق مع ألوان حقيقية. وهذا التلفزيون حاصل على شهادة الاعتماد من بانتون، وأيضا عجبني وضع الآي كومفورت لراحة العين، فهو يضبط السطوع التلقائي حسب إضاءة الغرفة، فأنت جالس في الغرفة مولع كل النور كل الإضاءات اللي عندك بيضبط لك السطوع، طفيتها شوية يعني كذا إضاءة خفيفة بيضبط إضاءة الشاشة، طفيتها مرة ما عاد في إضاءة التلفزيون ايضا بيضبط السطوع عشان راحة العين. طيب كل كلامنا كان على الصورة وجودة الصورة، طبعا بما انه تلفزيون في شيء طبيعي، طب كيف بالنسبة للصوت؟ صوت رهيب، هو يدعم احدث التقنيات الدولبي اتموس مع مكبرات صوت بقنوات علوية. كيف يعني علوية؟ يعني بتحس الصوت جايك من فوق ومن الجنب، ما انت داري من فين جاي، مثلا عندك مشهد في دباب او في طيارة، التلفزيون بالذكاء الاصطناعي مع المعالج بيركز على صوت هذا المجسم عند انتقاله، فبتحس شيء جميل. كل تأكيد التلفزيون من سامسونج، فهو يعمل بنظام سامسونج التايزن سمارت تي في، وهذا النظام يحتوي على عدة مميزات، منها التطبيقات الأشهر شاهد نتفليكس أبل تي في بلس أمازون برايم فيديو يوتيوب وغيرها الكثير. كذلك يحتوي على متصفح، تقدر تدخل المتصفح وتبحث عن أي موقع وتدخل بشكل مباشر. كذلك تقدر تستخدم كاميرا جوالك أو كاميرا عن طريق اليو اس بي، تستخدمها في مكالمات الفيديو على تطبيق جوجل ميت. أيضا تقدر تشتغل على الأوفيس 365 وتشبك لوحة مفاتيح وفارة وتعيش، وتقدر أيضا تقسم الشاشة مع وضع المالتي فيو. كذلك عندنا تطبيق سامسونج لحياة ذكية ومنزل ذكي سمارت ثينكس، المعروف على جوالات وأجهزة سامسونج، فتقدر تتحكم بكافة الأجهزة المتصلة من خلال التلفزيون. بالنسبة للمنافذ يا شباب، تفاجأت، الأربع منافذ الـ HDMI الموجودة في هذا التلفزيون كلها تدعم الـ 144 هيرتز، وهذه نقطة محسوبة لها، يعني ما تجلس تحتار لا عندي بس هذه المنفذين تدعم 120، لا انت ما عندك 120، انت عندك 144 وكل المنافذ. واكيد عندنا منفذ لايثرنت الشبكة لو مو حابب تشبك واي فاي، كذلك منافذ اليو اس بي المعتادة لو حابب تشبك ماوس لوحة مفاتيح
فلاش، حابب تستعرض فيديوهات صور وإلى آخره. وآخر شيء نختم معاكم بالريموت كنترول الرهيب اللي عجبني فعلا هذه السنة من تلفزيونات سامسونج. ريموت صغير جدا، فيه أزارير لكافة الاختصارات، وما يحتاج تستبدل البطاريات اللي فيه، لأن البطارية المدمجة تدعم الشحن عن طريق منفذ التايب سي أو من خلال اللي هو الوجه الآخر من الريموت. يعني طول ما أنت جالس مثلا خليه على هذه الجهة وهو بيشحن من إضاءة الغرفة نفسها. يعني آخر شيء تشيل همه مع هذه الريموت هو البطارية وشحن البطارية. وبس تقريبا يا شباب، بكذا أكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو. أتمنى أشوف رأيك في صندوق التعليقات، وإيش التلفزيون الذكي اللي عندك في البيت، وهل تستخدم سامسونج من التلفزيونات أو خيار التلفزيونات الذكية أو لا. يعطيكم ألف عافية، لا تنسونا ملايك سبسكرايب في القناة. في أمان الله.